السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 8, 12, 6, 7 نمبر صفحہ, سورہ الانعام آیت نمبر 143 سے 151 تک تلاوت کر رہا ہوں. وباللہ التوفیق, وما توفیقی الا باللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. 8 أزواج, من الضأن 2 ومن المعج 2, قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين, نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2, قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين, أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا, فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم, إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به, فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر, ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم, ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء, كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا, إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة, فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا, فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم, ألا تشركوا به شيئا, وبالوالدين إحسانا, ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم, ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق, ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. সমস্ত ইসলামিক নোটিফিকেশন পেতে
এক্ষুনি সঙ্গে থাকুন, পাশে থাকুন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টিভির সঙ্গে।